احنا قاعدين مع الناس كتير، يعني بقالنا سيزون قاعدين مع الناس، فهم عايزين اكيد يعرفوا عنكم انتوا اكتر مننا. قولوا لي لما بتبقوا مثلا مبسوطين الفرحه بتبقى ازاي؟ اكيد ما بين الاخوات يعني بتعملوا بتحتفلوا ازاي بالموضوع؟ لا ما انا مش عايز حكايه، انا عايز اشوف. او حد فيهم نزل صوره على الانستجرام وكتب بموت في الهبل. ايوه مين اللي عمل كده؟ ميت في الهبل. بموت في الهبل. لا عادي انا بعمل الحاجات دي. ميس ميس ولا ميس؟ لا لا دي اكيد ميس. بعمل الحاجات دي كتير. كانت بال بتعبر عن فرحتها. كانت بتعبر عن فرحتها. يبقى هي ميس اللي رفعت الصوره. هو ايه ده يعني المؤاخذه يعني؟ كانت بالبدله. ده فن يا راجل. لا ده في الفيلم واحنا بنصور. ده كان اصلا تصوير الفيلم. كنت بصور انا وبشرى واحمد صلاح حسني وريم مصطفى في فيلم رايحين في داهيه. والفيلم اخراج الاستاذ احمد صالح حموسه، ده تاني الفيلم ليا بعد فيلم الديلر. وعايزه اقول نبيل عيسى استاذ حسن حسني يعني منورنا في الفيلم وعمر السعيد. لا فيلم لذيذ لايت وعاملين فيه شغل حلو ومختلف. فكون عندنا كده تصوير في مكان ما، مش هقول على المكان واللوكيشن عشان ما قالوليش بتحرقي لوكيشنز. فما شاء الله فجاه كده الساعه 5 الصبح من كتر التعب فجاه بقينا كلنا بنعمل اللي انت شفته ده. الهبل والله كانت زي الفل. والله كانت زي القمر. ميس ده انا مي، ممكن تعملوا برنامج الرياليتي بتاعه عن الواقع بتاعكم، قصه حياتكم. رياليتي شو؟ رياليتي شو؟ بص هو اتعرض علينا. ادوني جه. ايوه اتعرض علينا فعلا رياليتي شو. وبص اي حاجه تخصنا انا وميس ودانا احنا ما بيبقاش لينا راي قد ما دانا هي اللي بتاخد قرار في الموضوع ده. هي بتبقى شايفه ابعاد الموضوع ده. بجد احنا ما عندناش الملكه اللي هي ممكن نبقى بنتكلم عن يعني. حتى البرنامج اللي عملناه واتعرض على قناه الحياه كان من اهم الحاجات اللي عملناها مع بعض، السيستر سوب، وحقق نجاح جدا. هي اللي كانت صاحبه الفكره، هي اللي كانت كل ديتيلز موجوده، هي اللي كانت مسؤوله عنها. فعشان كده لما اتعرض علينا رياليتي شو هي اللي كانت بتاخد يعني، هي اللي كانت استفسارات وكده، والقرار في الاخر برضو رجع لها هي. يعني احنا هي دايما اللي بتحب ترجع يعني. فهي بقى الموضوع. انا بتحبوا تشتغلوا كثلاثي مع بعض على طول؟ جدا 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 يعني. بص جداً. موضوع رياليتي ده يمكن اكتر حاجه الناس هي اللي طلبتها، مش احنا اللي فكر. احنا اوريدي حابين نعمل، بس الناس دايما تكتب لنا حتى كومنتات على السوشيال ميديا، انتوا لازم انتوا الثلاثه تعملوا حاجه رياليتي، لازم تعملوا رياليتي. اكتر حاجه جت لنا من الناس هي طلب ان احنا نعمل رياليتي. فاحنا ما عندناش مشكله ابدا ان احنا نعمل الفكره دي يعني، فاهم ازاي؟ ممكن نعمل حاجه تانية. احنا بص اقول لك الحلو فينا، احنا الثلاثه شخصيات مختلفه، عندنا مواهب يعني، بنمثل وبنقدم برامج، وفي عندنا حتى حته الفاشن على فكره، بالرغم ان الناس فاكره بس ان هي انا، بس انا شايفه ان احنا الثلاثه عندنا الحته دي. الثلاثه زي القمر والله يعني، بجد والله بتكلم بجد. انا شايف ان كل واحده عندنا وفي عندنا الغنى وفي الرقص يعني. انا شايفه ان احنا ممكن نعمل حاجات كتير قوي، هي الفكره بس مين اللي يشوف الصح ده يعني، الحاجه الصح ويقدمنا بيها.